نشاهد هنا، رانا في ملعب الشهيد حملاوي، نشاهد بأن هذه البوابات الإلكترونية في حالة اشتغال. العفو والغفران نسأل، آه يا مالك الملوك يا الله يا رحمن. قسنطينة ما يعرف بالياشوار، دخول إلكتروني لملعب الشهيد حملاوي. إذن هذا الخبر أنها في حالة اشتغال. شاهدوا السهم أخضر، هذه البوابات الإلكترونية. العفو والغفران نسأل، آه يا مالك.